دونك كما كتلاحظوا اذا هنا في منطقه ما اسمها منطقه ليغور، تقريبا 20 كيلومتر عن مدينه تينغيا. كما كتلاحظوا اذا هذه المنطقه اللي ما يسمى بليغور، كتعرف اذا هذا سياحيه، دونك يعرفوا اذا هذا معروفه على مستوى العالمي. كما كتلاحظوا طبقه جيولوجيه من نوع الكلسيه. واحد الملاحظة اللي كتلاحظ هنا في الطبقات الجيولوجية أنها كتميز بواحد السمك اللي هو كبير كبير جدا، وهذا يدل على أن مدة الترسب كانت طويلة، تقدر توصل حتى لملايين السنين باش كان كيترسب الطبقات الرسوبية من نوع الكالكير. كذلك كتلاحظ هنايا أن الطبيعة ديال الكالكير يميل اللون الأحمر، وهذا يدل على دونك الغنى ديالو بالحديد على ما اظن. كذلك هذه المنطقه تنتمي الى ما يسمى بالحوض الطباشيري للرشيديه، وهذا الحوض الطباشيري هنا من هذه المنطقه هي نقطه التلاقي، ها دي النقطه ديال التلاقي اللي عطتنا هذا الفج وما يسمى بالفرنسيه كول. دونك هذا الفج دونك هو نقطه بحال قلت القنت ديال هذا الحوض الرسوبي الكبير الذي كان دونك هذه تقريبا دونك 200 مليون سنة. دونك هذا الحوض كما كتلاحظوا يمتد حتى بودني والمنطقة ديال بوعنان، وكتميز اذا بواحد ما يسمى بفرشات مائية كبيرة كبيرة جدا. دونك هذه الفرشات المائية كتغذى اذا من مياه ديال الامطار ديال المنطقه اللي كتسقط هنا من المنطقه ديال الرشيديه. كذلك هناك تغذيه من طرف المياه التي دونك تسقط في المنطقه ديال ازر ولا الاطلس المتوسط وتصل الى منطقه ديال بودنيب. كذلك حتى العين ديال المسكي، دونك العين ديال المسكي عندها علاقه كذلك. دونك العين ديال المسكي كما كتلاحظوا العين ديال المسكي كذلك هي مرتبطه بهذا الفرشات المائيه. دونك هذه الفرشات المائيه كتلاحظوا هنايا دونك مرتبطه، دونك الفرشات المائيه متواجده في واحد لير جيولوجي اللي كيتسمى تورونيا. دونك التورونيا دونك هو اللي كيتسمى كتسمى لا ناب فرياتيك تورونيا ولا الفرشات المائيه ديال تورونيا. دونك هاد الفرشات المائيه كبيره كبيره، وكتميز بانها لا تنضب. علاش؟ لانها كتغذى من مياه الامطار اللي كتجينا من كتجي من الاطلس المتوسط، وكذلك كتجي من الرشيديه. اذا كتلاحظوا كذلك بان هاد المنطقه كتعرف اذا سميتو اذا النهضه من الناحيه الفلاحيه، كذلك لان كاين انشاء مجموعه ديال الفيرمات، فيرمات دونك ممتده من الرشيديه حتى بني. فوالا دونك كتلاحظوا الجماليه ديال هاد لي غورج وما يسمى به لي كول ولا فج، كنعتبروه فج. فوالا كتشوفوا العظمه ديال الطبقات الجيولوجيه. دونك مازال غادي نشوفوا اذا كذلك حتى سميتو نشوفوا حتى بعض الكهوف. دونك لمعلوماتكم بان كهف في الامازيغيه يسمى افري، ومن ثم جاي افران وكذلك افريقيا، لان افريقيا هو مصطلح مكون من كلمتين افري وقا. قا يعني باللغه الاغريقيه يسمى بارض، او ما يسمى افريقيا سميت بافريقيا يعني ارض الكهوف. فوالا غادي نحاول نشوفوا اذا بعض الكهوف ديال فوالا. دونك هنا كما كتلاحظوا كهف من الكهوف، سي ان غوت بتي غوت. فوالا كاين ازدهار اذا الصناعة السياحية كما كتلاحظوا، دونك جلب اذا مجموعة ديال تسمى دونك هاتي اذا هي الطريق التي تؤدي الى ايتاني حتى يسمى ب اسول، طريق ايتاني اسول ميلشين قصيبة كذلك. فوالا غادي نحاول نشوفو دابا نطلعو
برج ميكوف. ممكن كتلاحظوا هنا كيف ميكوف كما تلاحظوا انه ممتد داخل دونك هاد المنطقة كما تلاحظوا. دونك هاد الكهوف دونك جا ميسمي بستالاكتيت وستالاكميت. دونك هو تحليل كيميائي وسط مياه الامطار اللي كتمر عبر هاد الشقوق هنايا وكتدي الى ذوبان لتحليل ديال الكرز ويؤدي الى تكون هذه كهوف صغيرة كما تلاحظوا هنا. كما كتلاحظوا كذلك واحد الكهف صغير هنا ربما سيصله لي زيسكالادور اللي كيطلعوا هنا. فوالا دونك هي منطقة دونك مزيانة لي دونك لي زيارة فيها دونك سياحيين كذلك حتى لي سكالات ولا تسلق ديال الجبال كما كتلاحظوا. فوالا